الشرف وخاصة بجو الأماكن بعيدة. إوا غير هذه واحد الكلمة مقتضبة وغادي نستأذن المجلس، عندنا واحد مجلس تنسيق فيه واحد الأعضاء هما دلوا واحد مجهود كبير باش الحفل هذا، منهم سيدي محمد مصطفى المدني، منهم سيدي الجليل، منهم يساهم معنا على بعد سيدي توفيق حتى هو راه ساهم عمي، منهم امين التوارزي مع الاسف ما حضرش، كان شي ظرف خاص ما هو بغى يحضر معنا وبدل واحد المجهود كبير، ومنهم حتى سيدي مخلص واخا عن بعد ولكن كيعطينا الشرف، وسيدي محمد مجاهد خلاص هذا ما نهضروش، هذا هو الشاب ديالنا، هو راس التكيده الله يحفظ لنا. هذه مقتضبه باسمي الخاص وباسم مجلس نقابه الشرفاء الغازيين بمدينه مكناس ونواحيها وباسم كل الشرفاء في هذه المنطقه، ارحب بكم جميعا في هذا اللقاء الرباني الذي ياتي في سياق احياء موسم السنوي لاجتناء الانوار مولاي ادريس الاكبر رضي الله عنه وارضاه. ايها الاخوه، نلتقي اليوم في هذا الجمع وفي هذه الليله المباركه التي ستكون باذن الله ليله ذكر الله ومديح لرسوله الكريم، راجين منه سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا خالصا لوجه الله تعالى، حتى نخرج من هذا الجمع المبارك وقد فزنا بمنتين من الله الله الرحيم. المنه الاولى أن تحفنا الملائكة الرحمن ويذكرنا الله في من عنده وتغشانا رحمته وسكينته، كما جاء في الحديث الشريف: مجمع قوم في بيت من بيوت الله إلا وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. المنة الثانية أن نفوز بوصل الله الذي وعد به من يصل الرحم المعلقة بالعرش، وذلك تبعا للحديث القدسي: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وإذا وفقنا الله تعالى للفوز بهاتين المنتين العظيمتين فسيكون، وإذا وفقنا الله تعالى للفوز بهاتين المنتين العظيمتين فسيكون فوزنا فوزا عظيما بإذن الله، تهون من أجله كل مشقة ويصغر أمامه كل بذل وعطاء وتنمحي في طريقه كل الشكليات والجزيئات. وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم جميعا. الآن